يلا بينا. اول حاجه هنعملها يا جماعه هنبدا معاكم هنقطع السجق بتاعنا التقطيعه الحلوه قوي. السجق ممكن نعمله صوابع زي ما هو وممكن ان احنا نقطعه كمان. هنبدا معاكم طبعا كلنا عارفين السجق بيجي بالشكل اللي انتم شايفينه ده. هنبدا نقطعه معانا. ناخد الجلوفز بتاعنا يا شيف كريم. يلا بينا نبدا نلبس الجوانتي بتاعنا عشان نبدا نشتغل ونوريكم هنقطع السجق بتاعنا ازاي وهنبدا نعمل فيه ايه. طبعا كلنا عندنا 100 طريقه للكلام ده كله، والاسكندرانيه طبعا عارفين الطرق الحلوه بتاعه الكبده الاسكندراني. طبعا في كل مكان سندوتشات الكبده والسجق موجوده في مصر كلها. هنبدا نعمل معاكم السجق. هنشوف احنا السجق هنبدا نخلي شويه متقطعين عادي، هنسيبهم صوابع زي ما هم تمام، والباقي هنقطعه عشان اوريكم الساندوتش بالطريقه دي وبالطريقه دي زي ما انتم شايفين كده. بنبدا نقطعه صوابع. وبعد ما بنقطع على ما اعتقد الطريقه الاسكندراني بيكون السجق فيها متقطع، متقطع صغير الاسكندراني الاصلي بقى. مظبوط ده كلام مظبوط، ولكن احنا هنعمل النهارده ده وده زي ما انتم شايفين. احنا بعد ما بنقطع السجق بنبدا نديله بس حاجه بسيطه بالسكينه كده عشان نبدا نخليه يستوي من جوه كمان. يعني السجق بتاعنا بعد ما بنسيبه صوابع كده بنعمل له بس حاجه خفيفه كده بالسكينه زي ما انتم شايفين تمام. وهنعمل زي الشيف كريم ما قال معانا فعلا ان في سجق بيتعمل فعلا لازم يكون متقطع في السندوتشات. احنا هنعمل لكم ده وهنعمل لكم ده تمام. احنا هنا السجق اللي قطعناه هنبدا نحطه معانا ونبدا نشغل النار بتاعتنا واحده واحده. السجق بيحب يكون نار هاديه ونبدا نسيبه واحده واحده كده ينزل كل اللي فيه، ما بنحطلوش اي حاجه لان هو اوريدي هينزل ماده دهنيه كتير زي ما انتم شايفين كده. احنا هنعمل الكميه ديت كلها بالطريقه اللي لسه متكلمين عليها. هنديها بس كده نغزه خفيفه بالسكينه بس وبنبدا نحطها. وعقبال ما نقطع السجق هناخد معانا اتصال ونقول الو. الو ازيك يا فريد عامله ايه؟ الو الو منوره الدنيا كلها حبيبتي تسلمي لي يا رب منوراني. إيه منوره منوره الشاشه زي القمر والله. انت يعني اللي منورانا يا قمر والله، انت اللي منورانا تسلمي لي يا حبيبه قلبي. احنا قاعدين كلنا بنتفرج على الاكل وجوعنا بجد. تسلم ايديكي يا حبيبه قلبي والله اجيبه لك لغايه عندك. حبيبتي حبيبتي تسلمي لي. منوره الشاشه انا عايزه اقول لكم ان انا متابعه قناه فريده فوزي من زمان، كل الوصفات بتاعتها بطبقها رائعه يا حبيبتي والله. طب يعني اعمل ايه بالكلام الحلو ده؟ كلامك بقى احلى من الكبده والسجق اللي هعملهم. كل الناس ما تفوتوش يا جماعه الفرصه، تدخلوا على قناه فريده فوزي هتلاقوا اكلات واو كمان يا غير ان هي بتقدمها على الشاشه. يا قلبي تسلمي لي. كل متابعين قناه الصحه والجمال وكل متابعين فريده فوزي اكيد هيتابعونا. منوره منوره الدنيا. وعايزه اقول لك بقى ان انت زي القمر على الشاشه حبيبه قلبي، وصوتك رائع اعلاميه تجنن يعني. يا قلبي تسلمي لي يا رب. انا ما اقدرش على الكلام الحلو ده والله تسلمي لي حبيبتي. شكرا لاتصالك. هنبدا بقى يا جماعه زي ما انتم شايفين كده قطعنا الكبده والسجق او قطعنا السجق بالطريقه اللي قلت لكم عليها، ما قطعناهوش فعليا. احنا بدانا نعمل له بس خروم خفيفه كده وبدانا ان احنا نسيبه على نار هاديه ينزل كل اللي فيه. هنيجي بقى للطريقه الثانيه للسجق زي ما قلت لكم. ده بقى الاسكندراني، ده الاسكندراني تمام. مستني انت السجق الاسكندراني. هنبدا ان احنا نقطعه. طبعا انا بحطه كتير جنب بعضه كده عشان ما ناخدش وقت في التقطيع، ولكن احنا نقدر نقطعه قطع واحده واحده يعني مش لازم نقطع كل الكميه مع بعضها زي ما انتم شايفين كده تمام. احنا بس اختصارا للوقت فبنقطع الكميه كلها مع بعضها بالشكل اللي انتم شايفينه ده. طبعا عايزه اقول لكم ان اول ما بيتحط على النار حجمه بيقل، ما بيبقاش في الحجم ده كده زي ما انتم شايفين، حجمه بيبدا يقل شويه لانه بيصفي كل اللي فيه تمام. نبدا بقى ان احنا نقطع باقي الكميه بتاعتنا. طبعا اللي هنقطعه ونركنه كده على جنب عشان ما نعملش زحمه في المكان. انا بجد مش قادره اقول لكم تواصلكم معايا واتصالاتكم ديت بتساعدني جدا. خليكم معانا هنوريكم طريقة السجق بقى بالطريقة اللي بجد هتجيبكم من آخر الدنيا للقناة. ونبدأ ناخد اتصال معانا سالي من اسكندرية ونقول ألو. ألو يا سالي. ألو ألو ازيك مازن فريدة ازيك عاملة ايه؟ حبيبة قلبي تسلمي لي يا سالي الحمد لله بخير يا حبيبتي. ايه الوصفات الجميلة دي؟ ايه الكلام الجميلة الحلو ده؟ انا متابعه ليكي ومتابعه لكل وصفاتك بصراحه. انت يعني مش عايزه اقول لك انا بحبك قد ايه حبيبه قلبي، وانا كمان بحبكم جدا بجد بجد والله العظيم. انا من اشد معجبينك ومتابعينك وبجد مبسوطه نورتي. وايه الجمال ده منوره الشاشه كلها والله. حبيبتي انا اكيد مبسوطه اكتر منك والله، ومبسوطه باتصالكم دوت وانت منوراني ومنوره القناه كلها.
والله انت المفروض تبقي من افضل القنوات بجد والله. يعني انا سعيده جدا 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 ان انا سمعت صوتك وعملت معاكي مداخله. احنا فعلا في الصحه والجمال اكيد مكملين بعض وحلوين جدا. انا مبسوطه جدا ان انا في القناه ديت النهارده وبسجل لكم منها. انا بجد مبسوطه كل متابعين فريده فوزي وكل متابعين الصحه والجمال. انا مبسوطه ان انا معاكم. وانا كمان والله مبسوطه جدا ان انا سمعت صوت حضرتك. حبيبتي تسلمي لي، نورتيني، وتحياتي لكل اهل اسكندريه. تسلميلي نورتيني. نبدا بقى يا جماعه نقطع بقيه السجق زي ما قلنا لكم. طبعا الكبده متقطعه جاهزه عشان وقت الحلقه، وانتوا عارفين تقطيع الكبده للسندوتشات على حسب اللي انتوا عايزينه، يعني عايزينها صغيره قوي، في حاجه اسمها بتتقطع عصافيري دي بتبقى صغيره قوي، وفي بتبقى اكبر شويه على حسب هتعملوها سندوتشات او هتاكلوها كده زي ما هي. تمام، احنا هنا خلصنا كميه السجق اهي. طبعا زي ما انتوا سامعين كده او شايفين السجق بتاعنا اللي احنا حاطينه هنا سايبينه من غير اي حاجه عشان يبدا يصفي كل اللي فيه. تمام، في كل الاحوال هيبقى السجق كله واحد، ولكن ده صوابع وده متقطع. هنبدا ناخد طاسه تانية معانا يا شيف كريم عشان نبدا نعمل الاكله التانية بتاعتنا. ناخد المعلقه السباتيولا دي وريحته بدات تطلع من دلوقتي. ما هو لازم نصفي كل اللي فيه، كل الدهون اللي فيه لازم تطلع. نبدا بقى ناخد اتصال معانا ام عمار من اسكندريه. يا تحفه يا جميله، اوعي تكوني انت ام عمار. انا ام عمار حبيبتي تسلمي لي. يا قلبي منوراني والله ومنوره القناه كلها. حبيبه قلبي والله العظيم انت منوره الدنيا بحالها ومنوره الكون كله. حبيبتي يا ام عمار تسلمي لي، يا رب احلى ام عمار في الدنيا. عشان اقول لك ثلاث حاجات. اتفضلي. اولا وحشتيني من يوم ما نزلت اسكندريه مصر. تسلمي لي. ثاني حاجه القناه مضلمه من غيرك من ساعه ما نزلتي مصر، فين وصفاتك الجميله؟ احنا موجودين اهو على الصحه والجمال. ما انا بقى مش هتابعك هنا وهتابعك برضه على القناه. انا موجوده اهو معاكوا على القناه وعلى الصحه والجمال، هتلاقوني معاكوا في كل حته. حبيبه قلبي لان انت تنوري الدنيا بحالة. ثالث حاجه بقى عايزه ابلغ عنك دكتور الدايت، اقول له الست دي اللي بوظت الدايت بسببها. لا دكتور الدايت ليه، معانا الشيف كريم حسن النهارده دكتور دايت، يعني يقدر يكلمك على اي حاجه هنا ويقول لك فيها كام كالوري وتقدري تاكلي منها قد ايه. بجد لا انا هتابع بقى للاخر. حبيبتي يا ام عمار. وعايزاه بقى يقول لنا يعني يتوغل ويقول لنا ناكله كل حاجه. انت كده جايه تبوظ الدايت. كده مش دايت خالص فعلا. حبيبتي يا ام عمار تحياتي لكل اهل اسكندريه، بجد مبسوطه جدا، شكرا ليكي، نورتيني باتصالك. ومعانا اتصال تاني من كفر الشيخ. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. مدام فريده ازي حضرتك عامله ايه؟ الله يسلمك حبيبتي. منوره الدنيا كلها حبيبتي. ده نورك تسلمي لي. بسمه. ايوه انا بسمه. حبيبتي يا بسمه تسلمي لي، يا رب منوراني الدنيا كلها والتلفزيون كله منور. ده نورك يا قلبي، ده نورك حبيبتي تسلمي لي، انت اللي منوره الدنيا كلها. لا يا سلام، وكل حاجه جايبه تعمليها وانت حاجه كده وبيها. والله انا جميله عشان انتوا احلى متابعين وعشان موجوده معاكم النهارده في الصحه والجمال. انت انسانه طيبه جدا ومحترمه وربنا يعيشك ويوفقك يا رب. حبيبتي تسلمي لي، تسلمي لي يا بسمه. نجاح لي نجاح ان شاء الله يا حبيبتي. تحياتي ليكي وتحياتي لكل متابعين القناه، تسلمي لي يا رب. هنا يا جماعه زي ما انتم شايفين بقى السجق بتاعنا شايفين بدا كانه مشوي، يعني بنبدا ننزل كل اللي فيه. هنا كمان هنبدا بالسجق الثاني اللي قطعناه زي ما قلت لكم، هنبدا ننزل بيه كمان في طاسه على النار. ناخد بس الاثنين دول ننزل بيه في طاسه على النار عشان نبدا نعمله هو كمان. اتفضل يا شيف كريم. نبدا بقى يا جماعه السجق زي ما قلنا اهو معانا بدا يتشوي خالص اهو، والسجق الثاني برده ما حطينالوش اي حاجه، احنا مش حاطين اي حاجه معانا، مفيش اي دهون اتحطت لغايه دلوقتي. الكبده هي اللي هنستخدم لها شويه زيت. شايفين كده السجق بدا يدبل معانا، بدا لونه يتغير، بدا يدبل، وبدا ان هنبدا بقى نقطع البصل بتاعنا زي ما انتم شايفين. نكمل بقى حوارنا مع الشيف كريم، كنا بنقول ان احنا مش هناكل كبده وسجق بعد الحلقه. لا 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 مش صح الكلام ده. لا لا ما ينفعش. ما ينفعش لا، بس احنا هنحاول ناكل كميات قليله شويه. هنحاول. تمام. ما وعدش الناس بان احنا نقدر يعني. يا جماعه انا لو طول اصور لكم الكواليس بعد الحلقه اللي هيتاكل كميه قليله ولا كبيره كنت عملتها.
بس اكيد الشيف كريم اللي بيكلمكم دوت اول واحد هياكل كتير جدا عشان تبقوا عارفين. يعني للاسف للاسف انا واحد عاشق للاكل. احنا هنا طبعا ما حطيناش لسه اي بهارات ولا اي حاجه، بالرغم من كده ان برده السجق مطلع ريحه كان في بهارات او حاجه، لان طبعا السجق جدا جدا مطلع ريحه جامده. زي ما انتم شايفين يا جماعه شايفين يا جماعه شايفين المنظر الجميل ده، شايفين الحلاوه دي. احنا بنبدا نقطع البصل بقى، البصل طبعا للسجق مش للكبده ابدا، كبده ما بيتحطش عليها بصل نهائي. طبعا تقطيعه البصل وتقطيعه الفلفل دي بترجع لكم انتوا زي ما انتوا عايزين، بتبداوا تقطعوه تمام زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا كميه البصل بترجع لكميه الكبده والسجق اللي بتعملوها. احنا هنا خلصنا كل الكميه اللي احنا عايزينها اللي هتكفي معانا للسجق بتاعنا. هنبدا ننزل بشويه من البصل على السجق اللي احنا بنعذبه ده، لما نزلنا كل اللي فيه زي ما انتم شايفين. هو احنا اللي بنتعذب مش السجق. هنبدا ننزل بالكميه اللي باقيه ديت على بقيه السجق بتاعنا. طبعا يا جماعه الحاجات دي بتحب البصل جدا، فتقدروا تحطوا بصل زي ما انتم عايزين زي ما انتم شايفين كده. معانا كمان بقى التكه الحلوه قوي، الفلفل الالوان اللي بيدي ريحه حلوه قوي بجد للحاجات دي، واللي مش هنلاقيه بره ده غالبا يعني، واللي مش ما بناكلوش على العربيات ده خالص. لا ده ما بيكونش على العربيات، بيكون معانا بس الفلفل اللي انتوا كلكم عارفينه، وده النهارده هنستخدمه لانه حلو جدا في الاكلات دي. هنحطه بس في السجق مش في الكبده. طبعا انت من عاشق الشطه جدا جدا، وعلى فكره الكبده الاسكندراني برده بتكون حراقه شويه. طيب احنا يا جماعه هنسيب السجق يبدا يتشرب شويه وده يتحمص شويه، وهقطع باقي المكونات بتاعتنا. نبدا نقطع بقى الفلفل، وطبعا الفلفل ده حسب الرغبه، انتوا عايزين فلفل حامي فلفل بارد، ده بيكون حسب الرغبه. زي ما انتوا شايفين كده بنبدا نشيل كل اللي جوه الفلفل ونقطعه. طبعا التقطيعه دي برده حسب الرغبه، تقطعوا زي ما انتوا عايزين. نكمل بقى يا جماعه باقي الاكل بتاعنا. نبدا بقى الاكلات ديت بتحب النار تكون هاديه شويه، هنبدا نهدي النار تمام زي ما انتم شايفين كده. نبدا ناخد شويه فلفل الوان، الحاجات دي زي ما قلت لكم بتحب الفلفل بيديها ريحه وطعم حلو جدا. انا طبعا مقطعاه شرايح، هنبدا ناخده حتت صغيره كمان عشان لما نعمل سندوتشات يكون متناسق مع السجق. زي ما انتم شايفين كده هنبدا ناخد شويه. معانا شيف كريم، نبدا ناخد ده. اتفضل شويه فلفل الوان، ريحه بقى ريحه الفلفل طبعا مش هقول لكم قد ايه خطيره. شويه فلفل احمر كمان، فلفل الالوان ده مفيد جدا، غير اللون الحلو اللي بيديه لكل الاكلات بتاعتنا، مفيد جدا وقيمته الغذائيه عاليه جدا. مظبوط يا شيف كريم؟ الفلفل مفيد جدا في فيه الياف كتير، بيساعد في الهضم كمان. انا مش عايزها تكون ايه يعني عشان الناس برضه ما تفتكرش ان انا صحي قوي، لان انا بحب برضه الاكل التقيل شويه والدسم شويه زي ده. مين ما بيحبش الاكل التقيل؟ لكن في وقت الواحد برضه بيبقى عامل فيه دايت وبيبقى باعد شويه عن الكلام ده شويه، لكن شوية ما بنبعدش كل الوقت. واحنا لو بناكل الاكل ده على طول بس الكميات محدوده مفيش مشكله، انما احنا مشكله عشان بنحب الاكل ده فبناكله كتير قوي، ما بيبقاش الكميه محدوده خالص. لا ابدا، احنا يا جماعه لو شربنا ميه كتير زياده عن اللازم هموت من ميه، اللي هي ميه مفيده يعني اكسيد الحياه، فنحاول على قد ما نقدر ناكل كتير.